البعثة طبعا كان بيشرف على إقامتها صديقي العزيز خليفة سلطان. خليفة سلطان هو صاحب ورئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات الرياضية، وهذه الشركة خلينا نفرد معاكم حصلت على الحقوق الحصرية لكل معسكرات النادي الأهلي في تونس والجزائر والمغرب، وده أول معسكر تنظمه شركة الجزيرة للخدمات الرياضية في المغرب للنادي الأهلي بعد توقيع العقد بينها وبين النادي الأهلي. شركة الجزيرة للخدمات الرياضية شركة ليبية، وخليفة سلطان من الناس الكفاءات العالية جدا جدا جدا، ولديه خبرة كثيرة في تنظيم مثل هذه. يمكن كنت بتكلم مع السيد خليفة سلطان رئيس شركة الجزيرة للخدمات الرياضية والمنظم لإقامة النادي الأهلي وتحركاته وإقامته ومعسكره هنا في كازابلانكا منذ وصوله يوم الخميس وحتى مغادرته عقب المباراة مباشرة اليوم الأحد. اتكلم معايا قال انه هو سعيد جدا اني اول رحلة للنادي الاهلي واول مباراة رسمية تكون نهاية افريقيا، وسعيد جدا ان الاهلي يفوز بالبطولة، وانه كان بيتكلم مع الكابتن محمود الخطيب على مدار الثلاث ايام اللي قبل المباراة او اليومين على ان فريق الاهلي قوي جدا ومختلف تماما عن الموسم الماضي، وان كولر مدرب كبير، وان الاهلي لن يكون صيدا سهلا، ونتوقع ان الاهلي يفوز كمان مش يتعادل. وقال لي خليفه سلطان ان الشركه بكل من يعمل فيها بترفع كل التبريكات والتهاني لمجلس اداره النادي الاهلي على الفوز بهذه البطوله رقم 11 في تاريخ النادي الاهلي، وان النادي الاهلي نادي عظيم، وان هو اهلاوي حتى النخاع، ويخدم النادي الاهلي في اي وقت وبلا مقابل. ووجه الشكر للكابتن محمود الخطيب والكابتن خالد مرتجي ولمجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، وللصديق العزيز جمال جبر والمركز الإعلامي في النادي الأهلي، وقال إنه وجد تعاون كبير من كل مجلس إدارة النادي الأهلي ساعدوا على نجاح إقامة ومعسكر النادي الأهلي هنا في المغرب، وإن الأهلي منظومة ومؤسسة راقية. قال لك ما فيش حد كان يقدر يقرب من الفندق او المعسكر، الدنيا منضبطه جدا، كانوا بيسروا علينا كل شيء، وفعلا كنا حاسين ان احنا مع فريق يتساوى ببرشلونه وريال مدريد، خصوصا ان شركه الجزيره للخدمات الرياضيه شركه لها سي في قوي جدا، ونظمت ايفنتات ومعسكرات لمنتخبات عالمية ومنتخبات عربية ومنتخبات افريقية واندية عالمية. فهو بيقول لي ان هو فعلا سعيد جدا، كل واحد عارف دوره في الاهلي، وعلشان كده الاهلي دايما في القمة وفي المقدمة. وانا بحيي خليفة سلطان وبقول له ما قصرت، وبشكرك شكرا جزيلا على يعني الخليفة على فكرة عرض علي التواجد بصحبته في احد الفنادق او في فندق من النادي الاهلي اللي كان حاجزه للنادي الاهلي، ولكن يمكن لم نلتقي نهائيا، لان انا كنت حريص ان نفصل ما بين صداقتي مع خليفه سلطان ومع عمله في النادي الاهلي عشان ما اعطلوش.